السلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية إلى أبناء شعبنا الأبي الصابر، تحية إليكم أيها الصامدون الصابرون في الساحات، تحية لأسر الشهداء، تحية لرموز المغيبين في السجون، تحية للحرائر الصابرات خلف القضبان، تحية للثوار المطاردين، تحية لكم أعزتي جميعا ورحمة الله ورحمة من الله تعالى وبركاته. ونحن نستقبل شهر مارس، الشهر الذي دخلت فيه قوات الاحتلال السعودي للبحرين. نستقبل هذا الشهر بمزيد من العطاء، نستقبله ونحن نستقبل شهيدا جديدا من شهداء ثورة 14 من فبراير المجيدة. نستقبله وقد بعثت أم الشهيد رسالة لكم جميعا. هذه الرسالة بعثت فينا جميعا الصبر والصمود والتحدي، وأعطتنا درسا بليغا في مواصلة الحراك والعطاء، فأي عطاء أكبر من عطاء الدم؟ فشكرا لك يا أم الشهيد، وتحية لكم جميعا يا آباء وأسر الشهداء على صمودكم ومواصلتكم. ونحن نستقبل هذا الشهر، نستقبله لنقول للمحتل السعودي سوف تخرج من وطننا بإذن الله بصمود شعبنا، سوف تخرج بإذن الله بكل سبل المقاومة المشروعة التي سوف تتصدى لك، وسوف تطهر أرض بحريننا من براثني ودنس وجودك أيها المحتل السعودي. نستقبل هذا الشهر ونحن نستعد لفعاليات ثورية كبيرة بإذن الله، وبنصر من الله سبحانه وتعالى سوف تنطلق هذه الفعاليات، فشاركوا فيها بكل حماس. وكما صنعتم ملحمة 14 من فبراير وبعدها ملحمة 15 من فبراير الماضي، فإنكم سوف تصنعون ملحمة أخرى في يوم دخول هذه القوات الغازية لبحرين الحبيبة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.